عايش خايف بسمع صوتي الصوره بشويه عايش خايف على صوت حياة الناس هان حياة في جحيم قسم المناطق قسم كل فلسطين لمناطق مغلقة صعب تنتقل من منطقة لمنطقة حتى بالرجل صعب خوف الخوف حتى في في في, في الكبار وفي الصغار في كل الشعب تحيرنا كيف بدنا نعيش محتارين كيف بدنا نعيش العيشة صارت جهنم هان من جميع النواحي حتى يعني من أول شيء الأطفال ثاني إشي لو بدهم ينقلوا مرضى من للمستشفى صعب بدهم يفروا حوالي ساعتين ثلاثة يصلوا المستشفى حتى لو كانت حالة طارئة مرة حامل بدها تلد يمكن تولد في الطريق كل ذلك يأتي ضمن سياسة تقييد حركة المواطن والحد من التعبير عن التضامن أو الرفض لما يقوم به الاحتلال من قمع وقصف في غزة. هذا ما يخشاه الاحتلال أن تفتح جبهة أخرى إلى إضافة إلى ما يجري في الشمال وفي الجنوب وبالتالي هو يقيد حركة المواطنين. الشوارع فاضية مش هناك جزء كبير من الشوارع مغلقة ببوابات حديدية أو مغلقة بالتراب أو المكعبات الإسمنتية ناهيك عن الحواجز التي توضع في العديد من المحاور والمناطق التي تدقق والتي تمنع تحرك المواطنين بالإضافة إلى الحواجز الفجائية هذا بالإضافة إلى ما يقوم به ميليشيا المستوطنين من اعتداءات ونصب حواجز أحياناً وإلقاء حجارة على المركبات وبالتالي أصبح التحرك خطير جدا في شوارع الضفة الغربية.